السلام عليكم. السلام. مرحبا بك. مرحبا بكم صحارى رمضانكم، كل عام وانتم بخير. مرحبا بكم في مركز سقف الحياة التابع لجمعية عنابة خير بناس الخير لمرافقة مرضى السرطان. العمل تاعنا نعطيكم حوصلة. العمل تاعنا هو رعاية مرضى السرطان اللي يجيو من خارج ولاية عنابة ويتلقاو العلاج تاعهم في مدينة عنابة. دونك كاين ثلاثة أصناف اللي موجهة لهم الرعاية هذيا. في قسم الأورام في مستشفى ابن دربان، والقسم الثالث هو الأطفال المصابين بمرضى السرطان اللي يعالجوا في المستشفى. كاين مرضى اللي يقعدوا عندنا مدة زمنية تتراوح ما بين 3 شهور حتى 4 شهور. يعني المرضى اللي يكون عندهم علاج مكثف وطويل. المركز فيه بطاقة استيعاب تاع 40 سرير، مجهز بمطبخ، مجهز بثلاثة حمامات، مجهز ب يعني الأدوات اللي يقدروا المرضى يلقوا فيها راحتهم مثل غسل الملابس. يعني ديروا زيارة للمركز وتشوفوا. دونك العمل تاعنا شوية ثقيل بما أنه احنا نكفلوا قريب ب20 مريض يومي. الهدف تاعنا هو تحسين جودة حياة المريض، باش المريض يكون اون بون سونتي، باش المريض يكون في حالة نفسية مليحة، باش المريض يعني يكون في حالة بسيكولوجية مليحة، باش المريض نعطيوه أمل بلي من ورا العلاج تاعو هذا راح يرجع للحياة الطبيعية. دونك عمل يقوموا به الأطباء، يقوموا به السيكولوج، الصائلين النسائيين اللي معنا، يقوموا به الصيادلة اللي معنا، يقوموا به المتطوعين اللي معنا. هذا بجهد يديروا فيه المتطوعين من الصباح حتى 11 و12 الليل. المركز لديه تسيير يومي، تسيير يومي هذا من المتطوعين، يعني من الناس اللي لنا ثقة، الناس اللي مامنا بالمشروع هذا، مامنا بالمركز هذا، الناس يعني محسنين اللي تلقاهم يعني يعرفوا الجمعية منذ 10 سنوات يعني بالعمل تاعها اليومي. شكرا لك. والآن مع دكتورة وسام، تفضل. نعم، مرحبا بكم في مركز عندنا بخير الناس الخير للرعاية الطبية والنفسية بمرضى السرطان. كطاقم طبي أتكفل بتوفير الأدوية التي تعرف ندرة حاليا في سوق الأدوية، وخاصة يعني بخلاف توفير السوتيان مورال بسيكولوجي، دونك جو دي بيان اون فرونسي، لأنه كل واحد من مرضى السرطان محتاج الرعاية النفسية قبل الرعاية الطبية، لأنه الرعاية الطبية وحدها لا تكفي، لأنه مرض السرطان مرض يعني مخيف. ما كانش لي ما عندوش فرد من الأسرة تاعو اللي يتقاس بالمرض. دونك كطاقم طبي نحن يوميا نحاول ونجاهد أنفسنا باش نوفر لهم كامل الرعاية من المريض يوصل للمركز حتى يخرج معافى. رئيس الجمعية ونشكر الأخ هشام، فهمتيني، نشكرهم بزاف في المضافير في الكانة اللي حدين الحمد لله. من جيتي مدام وين في لوبيتال في سبيطار اني نهضر في الجمعيه تاعي؟ قلت لك منين نتكلم؟ ما ندوش من الولايه انت. انا سكيديه. سكيديه. نشكر الاخت حفصه، سميها لي حفصه وشيماء. حفصه وشيماء نشكرهم، راهم متعاملين معنا زي احنا معاملين يعني زي الام. الحمد لله في الماكله في الشراب في المضافه في الهنا. نطلبوا من ربي ان شاء الله يشفي لنا. امين يا رب. امين. ربي يشفيك. مش في مرضى ان شاء الله يخرج علينا رمضان بالصحه ان شاء الله يا رب. ونشكر الاخ رئيس الجمعيه ما نعرفش اسمه وسام. ونشكر الاخ الثاني اللي عرفت لحد الان هشام. بالك نقول لك خليت خويا في السجن يجي هنا. بارك الله فيك مدام، ربي يشفيك ان شاء الله. ها الحمد لله. هي من ام الباقي. ام الباقي السلام عليكم. نشكر هذه الجمعيه، انا من ولايه ام البواقي وعندي الاخ نتاعي دائما نجيبو لهنايا، ويعني دون مجامله والحق يعني كانت جمعيه في مستوى سواء من اهلها اللي قايمين بها من ناحيه يعني التغذيه يعني هنا
طبخ ولا من ناحيه النظافه ولا حاجه مليحه بزاف صلاح يعني دون مجامله. وربي يحفظكم ان شاء الله وربي يستركم. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.